خيال زوج لحسن المستكاوي الناقد الرياضي، بس هنا لا يتكلم في الرياضه. خلوني بقى اقرا لكم ايه جمله مهمه كده في مقدمه هذا الكتاب، واحنا معانا طبعا الاستاذ حسن ودام جيهان مصطفى زوجته العزيزه. قال لك ايه؟ الحياه المؤكده ان كل زواج تقريبا يبدا بحب متبادل، اكرر تقريبا، وبعد فتره تبدا مرحله الصداقه، ثم مرحله مهمه جدا، ثم مرحلة العشرة، ثم أسمى المراحل وأعلاها، وهي أن تراك زوجتك أو أن تراك زوجتك ابنها، يعني مراتك تشوفك ابنها، أو أن تراها أنت ابنتك. إيه المراحل دي؟ دي مراحل الحياة، السنين والعشرة والسكن ودي بصي لما نشوف كده بقينا ماما وبابا، ده ايه الجوازه دي؟ بقت خلاص نزع منها فكره الراجل والست. يعني في الاخر خالص، في بعد مشوار الحياه الطويل، بتبقى هي اللي بتسند عليك وانت اللي بتسند عليها، والولاد كل واحد بقى مشغول ببيته واسرته. انت بتناديها تقول لها جيهان ولا بتقول لها يا مامي؟ لا لا، جيجي. تقول لها جيجي. لا لا، ما انت ما بتقولي له. انا لو قلت لها يا جيهان تعرف ان انا زعلان. ولما كنت ببقى مبسوط بلاش جيجي بقى، بلا يا جوجو. يا سلام. لكن بقى ولا جوجو ولا جيجي ولا جيهان، بس تعرف ان في خناقه جايه. تعرف ان انا بقى في حاجه مش طايق. يعني في مرحله فعلا بيتحول الزوج لابنك، للابن يعني، بتتعاملي معاه كأم؟ بتهيألي كل ست في الدنيا موضوع الأمومة ده بيبقى غالب على كل العلاقات. يعني في الأول بتبقى طبعا في قصة الحب اللي هي ست وراجل. دي بتقعد قد إيه؟ يعني خمسة كده. خمس سنين ولا خمس أشهر؟ خمس خطوات. خمس سنين. بعد كده بنكتشف. بعد كده بعد الجواز بقى بتبقى المسألة يعني بتختلف. لا ده خمسة كتير والله، ده بعد ثلاث سنين بتبتدي الخناقات الكبيرة. لا الخناقات موجودة يعني، ما مش بنقول على شكل العلاقة يعني. فموضوع الأمومة ده عند الست بيبقى هو اللي غالب، فبعد كده بتبتدي تفوتي يعني علشان الدنيا تمشي وعلشان الحياة تستمر. فبتلاقي نفسك بتلعبي دور الأم برضو معاه زي ما بتلعبي مع أولادك، فبتخش حتة الأمومة دي بتغلب بقى موضوع الست والراجل. يعني موضوع العفو عند المقدرة. أيوه، ونكبر دماغنا. شفتي بقى العفو عند المقدرة دي مهمة قوي. والحاجات دي كلها اللي بيكبر دماغه جوه البيت الراجل. حرام عليه. لا 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 لا، حرام عليه. لا لا لا، بعد كل ده ردي عليه. الله، كل الرجاله بيكبروا دماغهم. حرام عليك، ده احنا طول ده احنا دماغنا كبرت لدرجه انها يعني بقت احنا لو ما كبرناش دماغنا الحياه تمشي ازاي؟ مش صحيح. احنا طول النهار بنعدي. عدي يا لميس، عدي يا لميس طول النهار. الله، يا طول النهار عدي يا حسن، عدي يا ليلى، عدي يا حسين. كل واحد بيعتبر نفسه هو اللي بيعدي.